نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضا: الانتقال الجنوبي يقف أمام مستجدات الأوضاع في شبوة ووادي حضرموت. وزير التربية يتفقى سير الأوضاع التربوية والتعليمية في مديريات يافع بمحافظة لحج. قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء التميمي: سنكون متأهبين وجاهزين من أجل حضرموت. استشارية حضرموت تبحث مع مدير مصلحة الدفاع المدني بالساحل أسباب انتشار الحرائق بالمكلا.